يا صباح الخير والأمل والسعادة والتفاؤل، صباح يوم جديد إن شاء الله يا رب يكون كله خير وبركة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا وعلى مصر كلها بإذن الله. بالتأكيد لقاءات متنوعة مع حضراتكم النهاردة من خلال مصر جميلة بتلقي الضوء على العديد من الأحداث المهمة. الحقيقة مصر في الفترة الحالية بتستعد لإقامة العديد من المؤتمرات الدولية. إقامة المؤتمرات الدولية في حد ذاتها ليها مميزات كثيرة جدا لابد من استثمارها بشكل كبير لمواكبة يعني موضوعات كثيرة جدا، سواء من خلال السياحة، سواء من خلال الترويج، سواء من خلال إلقاء الضوء على الموضوعات المهمة اللي بيتم مناقشتها في هذه المؤتمرات. والحقيقة مع نهاية شهر أكتوبر وبدايات شهر نوفمبر إن شاء الله عندنا 2 من المؤتمرات المهمة جدا. طبعا كلنا عارفين مؤتمر كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ مع بدايات شهر نوفمبر بإذن الله، ومع نهايات شهر أكتوبر كمان مؤتمر لا يقل أهمية، بل على العكس مؤتمر بننتظر النتائج والتوصيات الخاصة به، خصوصا لما بيناقش موضوع بيهم العالم كله، بيهم كل المواطنين، النواحي الاقتصادية. المؤتمر الاقتصادي وما يطرحه من أطروحات لحل الأزمات الاقتصادية اللي بتواجه العالم كله. كبريات الدول بتواجه أزمات اقتصادية، واحنا شايفين الأحداث اللي بتمر بيها هذه الدول بشكل كبير، دول يعني لم يكن من المتوقع أنها تعاني من الاقتصاد بأي شكل من الأشكال، ولكن نتيجة الظروف الطبيعية، كورونا فيروس، الحرب الروسية الأوكرانية، كل دي أسباب أدت إلى تدهور الاقتصاد في العديد من الدول. مع نهاية شهر أكتوبر إن شاء الله مصر بتستضيف المؤتمر الاقتصادي اللي بيشارك فيه العديد من الدول. النهاردة ومن خلال لقائنا مع حضراتكم بنلقي الضوء على هذا المؤتمر وأهميته وأهمية المحاور والجلسات اللي هتتم فيه، ونتعرف على كيفية التوصل سواء إلى حلول أو إلى أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية. هيكون ضيفي وضيف حضراتكم في هذا اللقاء دكتور احمد ضياء، الكاتب الصحفي، لاستعراض يعني بعض المحاور المهمه اللي هيتم مناقشتها اثناء جلسات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في نهايه شهر اكتوبر باذن الله. ولما بقول شهر اكتوبر بقول روح اكتوبر اللي دايما بنستمد منها الطاقه الايجابيه، بنستمد منها القوه والقدره على مواجهه الازمات اللي واجهت قواتنا المسلحه وواجهت الشعب المصري في 73، من 67 ل 73، وقدروا ان هم يوجدوا الحلول الخاصه بيها واذهلوا العالم وابهروا العالم بانتصار لم يكن يتوقعه احد، ولكن اثبته المواطن والجندي المصري. علشان كده دايما بنستلهم هذه الروح في كل حياتنا وفي كل التحديات اللي بنواجهها. ازاي بنستلهم روح اكتوبر النهارده في بناء الوطن، في بناء الاسره المصريه؟ ايه المطلوب ان احنا نغرسه في نفوس أبنائنا وبناتنا اللي ما عاشوش الحرب، ولكن بالتأكيد يعني عارفين كويس قوي قيمة هذه الحرب وما أدت به من نتائج، مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي. ولا زالت الدروس المستفادة من حرب أكتوبر مستمرة بإذن الله. هتكون معنا في هذه الفقرة الأستاذة عائشة سلطان، أخصائي تعديل سلوك وخبير التنمية البشرية، للحديث في هذا الموضوع. دي فقراتي مع حضراتكم النهاردة، بتمنى أنها تكون فقرات مفيدة نستفيد بيها كلنا، وكمان تدينا طاقة إيجابية لمواجهة كل التحديات بإذن الله. علشان كده مهم جدا ان احنا نتعرف على المؤتمر الاقتصادي المنعقد مع نهايات شهر اكتوبر، تحديدا 23 اكتوبر و24 اكتوبر. ماذا عن هذا المؤتمر؟ هل هذا المؤتمر يعني بيختلف بشكل او باخر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية بما لها من آثار على مختلف الدول؟ اهم المحاور اللي هيتم مناقشتها، وهل هنصل الى توصيات ام برنامج وخطوات يتم تنفيذه؟ تساؤلات كثيره جدا. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي اللي مشرفني واللي هيجاوب لنا على كل هذه التساؤلات، الكاتب الصحفي دكتور احمد ضياء، مدير تحرير ببوابه اخبار اليوم. اهلا بحضرتك، منورنا يا دكتور. يعني لما بقول المؤتمر الاقتصادي، حتى لما بنعمل فلاش باك كده بنفتكر المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد قبل ذلك في شرم الشيخ وما كان به من أهمية كبيرة جدا عشناها وتابعناها على مدار السنوات الماضية، وبرنامج تم وضع إصلاح اقتصادي بعده بشكل يعني نقدر نقول يمهد للتنمية الاقتصادية. ماذا عن مؤتمر الاقتصاد المنعقد مع نهاية هذا الشهر بإذن الله؟ المؤتمر اللي هيعقد في الفترة من 22 ل 25 ده بيعقد في فترة مهمة جدا في تاريخ مصر وتاريخ العالم. العالم النهارده بيمر بمجموعة أزمات كبيرة جدا، منها أزمة الطاقة وأزمة التضخم والركود العالمي، صحيح، وأزمة الحرب الأوكرانية اللي هي سبب في الأزمتين. يعني الحرب الأوكرانية الروسية الأوكرانية هي السبب في الأزمتين، التضخم الركودي اللي موجود وارتفاع أسعار الطاقة. دي نقطة. المؤتمر بيهدف إلى الاستماع إلى الناس اللي بتشتغل في الاقتصاد، نخليها بالبلد كده عشان الناس تفهم يعني، أو الاقتصاديين الخبراء الاقتصاديين، وهم عايزين يعني الدولة، وزي ما قال معالي رئيس الوزراء احنا عايزين نستمع إلى رأي القطاع الخاص ونستمع إلى مشاكل القطاع الخاص وإيه هي رؤيتهم لحل هذه المشاكل في الفترة القادمة. إذن الشراكة مع القطاع الخاص اللي بيتم المناداة بها منذ فترات طويلة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة أجهزة الدولة، آن الأوان أن تؤتي بخطط، ربما خطط مستقبلية، ربما خطط حالية لمواجهة الأزمات الاقتصادية. هل نقدر نقول أن تواجد عدد كبير من الدول في هذا المؤتمر ليه يعني أهداف معينة بيلقي الضوء على التحديات الاقتصادية اللي بتواجه كافة الدول، واللي زي ما حضرتك تفضلت وقلت ربما الحرب الروسية الأوكرانية، ربما كوفيد-19 كان له التأثير على اقتصاديات هذه الدول؟ أكيد ليه تأثير كبير على اقتصادات الدول. وبعدين ان احنا النهارده بنعمل المؤتمر دوت في ظل اصلاح شامل للبنيه التحتيه في مصر، تمام، وانشاء اكتر من 14 مدينه ذكيه على مستوى مصر بالكامل. اهمهم مدينتين، العاصمه الاداريه الجديده ومدينه العالمين. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مصر النهارده مهيئه اقتصاديا لاستقبال كافة المشروعات، ومصر أنا على ما أعتقد إن إحنا بنسعى النهاردة لتوطين كثير جدا من الصناعات، من ضمنهم إن إحنا بنصلح صناعة النسيج في المحلة، وبنصلح صناعة السيارات وخصوصا السيارات الكهربائية، وأيضا إحنا عايزين نوطن صناعة الشيبسي الإلكتروني اللي هي أشباه الإلكترونيات وأشباه الموصلات، علشان نبقى احنا من اكبر الدول زي الهند وكوريا والصين. فالصناعات دي لو استوطنت هنا هتبقى حاجه جميله. الى جانب حاجه مهمه جدا النهارده، ان احنا بقينا مركز للطاقه. احنا النهارده بقينا بنصدر الطاقه لاوروبا، مركز لتصدير الطاقه لاوروبا واساله الغاز، وعندنا اكبر مستودعات بتنشأ حاليا عشان نبقى احنا مركز لتصدير الطاقه لاوروبا. احنا بنستغل ده كله، سياده الرئيس بيستغل ده كله في دفع الاقتصاد القومي، الاقتصاد المصري للامام، وخصوصا بعد التقرير الاخير من صندوق النقد ان معدل النمو الاقتصادي في مصر السنه الجايه هيوصل ل 6.6%. ان شاء الله. طب خليني استعرض مع حضرتك اهم الجلسات او ترتيب الجلسات وما يدور بها من مناقشات حول مختلف القضايا الاقتصاديه المهمه للدول بشكل عام والمصر بشكل خاص. اهم الجلسات هتبقى الاستماع الى القطاع الخاص ومشاكله. واهم ده على مدار الايام كلها يا فندم؟ لا، ده هيبقى في الجلسه الاولانيه، وبعدين معوقات الاستثمار، وبعدين اهم جلسه او اهم الجلسات دي اللي هي الاقتصاد غير الرسمي. حجم الاقتصاد غير الرسمي على مستوى العالم $1 تريليون، في مصر حوالي 100 مليار. احنا عندنا حوالي 2 مليون منشاه اقتصاديه غير رسميه في مصر، ده الاخر تعداد عمله الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، تمام، بيضيع على مصر حوالي 40 مليون جنيه ضرايب. 40 مليون فعلا. اكيد اكيد. هو دمج الاقتصاد غير الرسمي ده من الاولويات. دمج الاقتصاد غير الرسمي ده من احد اهم، صحيح، الحاجات اللي المفروض تحصل. القضية في الاقتصاد غير الرسمي إن هو اقتصاد غير مستقر وغير ثابت في مكانه، صحيح، وبيسيء إلى المنتجات المصرية، لأن هو بينتج منتجات تحت السلم زي ما بنقول. لا يعني بلاش نقول تحت السلم، يعني كلمة هو ده المصطلح هو ده المصطلح اللي مستخدم، واحنا عايزين نغير المصطلح دوت، عشان ده مصطلح نغيره بان احنا ندمجه بشكل رسمي. لا يعني نقول ان المصانع دي موجودة فعلا، بس في معوقات ان هي بدل ما تبقى رسمية تبقى غير رسمية، لان المنشأة غير الرسمية مش اللي هي المنشأة اللي بتشتغل تحت بير السلم. المنشأة غير الرسمية تعرفها المنشأة التي ليس لها اوراق او مستندات في الحكومة وما بتدفعش ضرائب وعندها عماله غير مؤمن عليها، يعني ايا كانت المستندات، حتى لو هو مصنع كبير غير قانونيه وغير ولا تحمل صفه الشرعيه لا تحمل صفه الشرعيه في الدوله. ده اخر تعريف ما بين الجهاز المركزي ووزاره الجهاز المركزي للاحصاء ووزاره التخطيط، علشان خاطر ما نقولش تحت بير السلم. دي كلمه بتسيء الينا بره، يعني لما اتقال ده منتج تحت بير السلم في مصر، يعني انتم ما عندكوش كده، يعني منتج عيب. هو فكرة يعني اسمح لي، فكرة الاقتصاد الغير الرسمي، واعتقد ان الدولة مع المشروعات القومية اللي بتقوم بيها من التحول الرقمي والرقمنة، ده دور من الادوار المهمة، هو القضاء على الاقتصاد الغير رسمي ودمج الاقتصاد. لا احنا ما نقولش بقى القضاء، تحويله من اقتصاد غير رسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي. ما انا لما هيبقى رسمي مش هبقى قضيت على غير رسمي. أيوة خلاص. أيوة. بس انا المشكلة في ايه دلوقتي؟ الناس دي ليها مجموعه طلبات، تمام، المستثمرين دول برضو مجموعه مستثمرين، ما نبص لهم على ان هم مجموعه مستثمرين، بالعكس هم قوه كبيره في احنا في 157 منطقه اقتصاديه، تمام، يعني بيتقال عليها منطقه اقتصاديه عشوائيه، وهي هم معروفين. طيب الناس دي ليها مجموعه طلبات، وفرها لي او سهلها لي علشان خاطر انا اندمج في الاقتصاد القومي. ولكن ده اللي بيتم يا دكتور، يعني اسمح لي، مع كل الخطط اللي بيتم وضعها النهارده إيجاد كيانات صناعية واستثمارية بشكل يتيح للمستثمر إن هو يشارك، هي دي خطوات. هو مطلوب إن احنا نزيد بقى من قدرتنا على التواجد واستثمار هذه الفرص اللي بيتم منحها. ربما بيكون في بعض الخطوات اللي بيتم تجاهلها من البعض للرغبة في عدم تحويله إلى اقتصاد رسمي، أو إن هو يكون موجود بشكل شرعي زي ما بنقول. فهنا المفروض لما بتكلم على اقتصاد دولة، سواء اقتصاد رسمي أو غير رسمي، مطلوب إن هو يندمج مع بعضه تحت مظلة واحدة، عشان نقدر نقيس الاقتصاد الكامل بالنسبة لنا إيه هو. دي نقطة صح. النقطة المهمة إن المناطق العشوائية ديت بتعتبر في كثير من الأحوال هي نقطة الإمداد للمصانع الكبيرة. الصناعات الصغيرة المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بتكون هي شريان الامدادات، او شريان اللي بيمد المصانع الكبيرة أكيد بالحاجات دي كلها. أكيد. وهم عارفين الكلام ده. المفروض بقى ان احنا نعمل ايه؟ المفروض ان احنا نعمل ايه؟ نحاول ان احنا ندخلهم في الاقتصاد الرسمي عشان يبقوا رسميين، مع تسهيل الاجراءات وتبسيطها. انا ما اعقدهاش. المفروض ان يدرس قانون الاستثمار ويضاف فيه حوافز، زي ما بتضيف حوافز للمستثمر الاجنبي نضيف حوافز للمستثمر المصري. يا فندم وخصوصا للصناعات القائمه. هل حضرتك شايف انه ده يعني في قصور في اي شيء، خاصه مع صدور برضو يعني قانون الاستثمار، مع تحفيز او وسائل التحفيز اللي بيتم منحها في الفتره الحاليه لتشجيع المستثمرين؟ حضرتك بتتكلم على مناطق صناعيه عشوائيه، هذه المناطق الان بيتم تحويلها الى مناطق اخرى مجمعه، سواء من خلال المناطق الصناعيه، سواء من خلال المدن الصناعيه، مش حتت دي متفرقة. كلها بيتم تجميعها في اماكن جديده النهارده. حضرتك هي مش متفرقه، هي معروف مثلا ان دي منطقه صناعيه فيها كذا ورشه، زي مثلا مكان منطقه مجرى العيون مثلا، زي الحرفيين او الحرفيين مثلا. دي بيعتبروها منطقه عشوائيه، تمام، ليه؟ لانه ملوش اوراق ومستندات. هل ده دارج يا فندم ضمن المؤتمر الاقتصادي؟ ايوه، ما هو ده دي جلسه اللي هي تحويل الاقتصاد الرسمي غير الرسمي الى اقتصاد رسمي، نقدر نقول للاستفاده منه. هل نقدر نقول ان من خلال هذا المؤتمر هيتم وضع زي ما حضرتك بتقول يعني ربما قرارات تشجيعية أو تحفيزية لهذا القطاع حتى ينضم إلى القطاع الرسمي؟ هل من خلال هذا المؤتمر هيكون هناك توصيات إلزامية، مش عايزة أقول إلزامية ولكن واجبة القيام بيها حتى نتمكن من يعني مواجهة هذه التحديات الاقتصادية؟ أرجو من الله أن تكون هناك توصيات يعني بهذا الشأن، لأن لو احنا خرجنا من المؤتمر ده بس بالتوصية تيسير إجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي ان شاء الله هتبقى دي اكبر نصر لينا. اعتقد التركيز كمان على شراكه القطاع الخاص في هذا المؤتمر وطرح الافكار والرؤى الخاصه بيه ده يعني برضو نوع من التحفيز على العمليه الاستثماريه بشكل او باخر. ان في هتبقى في جلسه للاستماع الى القطاع الخاص، تمام، وما هي مشاكلكم وكيف يمكن حلها؟ طب ايه هي رؤيتكم في الحل؟ وهي التوصيات اللي انتم مطلوب تتنفذ. تمام. وتتنفذ ازاي؟ إذا هنا بيتم تناول كيفية تشجيع مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في الخطط التنموية في مختلف المجالات. دي من الجلسات المهمة اللي هتتم من خلال هذا المؤتمر. أيضا كيفية تحويل الاقتصاد الغير رسمي إلى اقتصاد رسمي، وده ليه تأثير كبير جدا أيضا على النواحي الاقتصادية. ماذا عن باقي المحاور أو المناقشات؟ بطرح المشروعات، خصوصا زي ما قلت لسيادتك ان في خريطه استثماريه وضعت في مصر من اكثر من 3 سنين. حاليا طرح الخريطه ديت للاستثمارات بقى في مصر، والاستثمارات ايه هي الاستثمارات اللي هتبقى جاذبه، وخصوصا ان احنا النهارده داخلين على المؤتمر المناخ وبنتكلم في الاقتصاد الاخضر والهيدروجين وكيفيه انشائه، واحنا عندنا محطات، هننشئ محطات وحاجات زي كده. دي نقطه. النقطه الثانيه والاهم من ده كله اللي هي كيفيه جذب الاستثمارات في الصناعات المؤثرة في العالم اللي هي الشيبسي الإلكتروني وصناعة السيارات، اللي هي الشرائح الإلكترونية والمنطقة الاقتصادية قناة السويس. كل الحاجات دي مطلوب إن هي أكيد هتتناقش في المؤتمر. اللي أنا عايز أقوله بس نقطة تانية في الاقتصاد غير الرسمي، إن هو بيضم 50% من العمالة. ودي نقطة كبيرة جدا. 50% من العمالة دي لا تتمتع بأي رعاية اجتماعيه او صحيه او اي حاجه. مع دمجه في الاقتصاد الرسمي يا فندم هيكون ليه القانونيه والشرعيه زي ما بنقول للحصول على كافه الامتيازات. ده برضو من عناصر المفروض تغيير قانون التامينات الاجتماعيه وتغيير مجموعه من القوانين، يعني مش قانون الاستثمار بس عشان أنا ما اتكلمش، يعني انا حتى لو غيرت قانون الاستثمار هيواجهني قانون التامينات الاجتماعيه. حضرتك بترى انه يجب اتخاذ مجموعه من الخطوات يعني لدمج الاقتصاد الغير رسمي مع الاقتصاد الرسمي، وهذه الخطوات بتتطلب نوع من التيسير او نوع من التحفيز لهذا القطاع على الاندماج بقى، سواء في شكل خدمات بيتم تقديمها او تسهيلات في هذا الموضوع. هل هذه الأطروحات نقدر نقول إن يعني التوصيات الخاصة بها هيتم توزيعها على كافة الوزارات المعنية وبالتالي نبدأ في وضع آلية لتنفيذها؟ أنا هستعين بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن نحتاج إلى ثورة تشريعية لإعادة قراءة التشريعات والقوانين اللي موجودة في مصر من سنة 1930 لغاية النهاردة. محتاجين فرز لهذه، محتاجين قراءة في كافة التشريعات. وأنا ما أعتقد إن ده بدأ سنة 2016 في قانون 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية، كان مهم جدا. بدأ إصلاح الحالات الوظيفية، فمطلوب قراءة كاملة لكافة التشريعات اللي موجودة في مصر علشان خاطر تنهض مصر، سواء بقى تشريع اقتصادي، تشريع اجتماعي، صحيح، تشريع ايا كان نوع التشريع، تشريع قانوني كمان، جرائم وفي بعض الاحيان تفعيل بعض التشريعات الموجوده بالفعل يعني للعمل بيها ولتاثيرها او دورها في أكيد. المجتمع. يعني دي كلها من المقومات الخاصه بالتنميه اللي بنتمنى انها بالفعل يعني يكون ليها المردود في اقرب وقت ممكن باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي دكتور احمد احمد ضياء مدير تحرير ببوابه اخبار اليوم. نورتني يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك، وطبعا كل امنياتنا للمؤتمر الاقتصادي بالوصول الى نتائج ايجابيه يكون ليها الاثر على الاقتصاد بشكل عام لكافه الدول والاقتصاد المصري بشكل خاص.